أبناء الأعزاء، طلاب برنامج التعلم المدني مستوى التدريس الأول، يسعدني أن أقدم لكم شرح مادة فلسفة تشغيل حاسب واحد. المادة دي بتتكون من مادتين، الباب الأول من الأنظمة الرقمية، الباب الثاني من المعلومات الحسابية اللي هي الأنظمة الرقمية. نعرف يعني إيه كلمة نظام رقمي. النظام الرقمي مجموعة من الإشارات سيجنت، عدد إشارات هذا النظام بتساوي اسم النظام. فلو عندي مثلا النظام العشري يبقى عدد الإشارات بتاعته 10. النظام الثماني عدد اشاراته 8، النظام الثنائي عدد اشاراته 2، النظام ال 19 عدد اشاراته 6 اشارات. اي نظام لازم يبتدي من الصفر ويتدرج بالترتيب وبدون انقطاع حتى اكبر رقم. اكبر رقم في النظام هو اسم النظام مطروح منه واحد. على سبيل المثال النظام العشري يبقى اسم النظام عشري، يبقى اكبر رقم فيه 10 ناقص 1. النظام الثنائي اسم نظام ثنائي، يبقى اكبر رقم فيه 2 ناقص 1. النظام الثماني يبقى أكبر رقم فيه 8 ناقص 1، النظام السادس عشر أكبر رقم فيه 16 ناقص 1. الأنظمة المشهورة اللي هنتعامل معاها النظام الثنائي باينري سيستم، النظام الثماني أوكتال، النظام العشري ديسيمال، النظام السادس عشر ديكسيمال. إزاي أحول من النظام الثنائي إلى النظام العشري؟ على سبيل المثال لو عندي الرقم 1101 بين قوسين وفي 2 من تحت خارج القوس ساقطة تحت، دي من دي اسم النظام، يبقى الرقم 1101 ده بالنظام الثنائي، ما تتقريش 1101 لان 1101 ده نظام عشري. اول حاجه ادي الرقم بتاعي من ناحيه اليسار 1101، هبتدي من ناحيه اليمين هديله الفاكتور بتاعه واسمه A0، اللي بعديها A1 2 A3. الارقام دي جت منين؟ ال A0 معناها انا هضرب الرقم ده في 2 اس 0، الرقم ده A1 معناها هضرب الرقم ده في 2 اس 1، ده هضربه في 2 اس 2، ده هضربه في 2 اس 3. يبقى الرقم الثنائي 1101 هيساوي 1 في 2 اس 3 اهو، ادي اول واحده، زائد 1 في 2 اس 2 زائد 0 في 2 اس 1 زائد 1 في 2 اس 0 هتديني الرقم 13 عشرين. لو عندي ارقام بقى ثنائيه كسريه، الرقم الثنائي بتاعي هو من ناحيه اليسار 1 0 1 0 1، العلامة 1 1 0 1 1، أقسمه إزاي؟ ناخد الرقم الصحيح الأول 1 0 1 0 1، بكتب من شماله العلامة العشرية في النص أهي، بعد كده 1 1 0 1 1، ده الرقم الكسر. الأرقام العشرية ببدأ التكوين بتاعها من ناحية اليمين لليشمال ومن الزيرو لحد الآخر، يبقى الواحد ده هديله الكود بتاعه A0، الصفر هديله كود A1، الواحد هديله كود A2، الزيرو هديه كود 3، الواحد هديه كود 4. يبقى الرقم ده هيتضرب في كام؟ في 2 اس 0، الرقم ده هيتضرب في كام؟ 2 اس 1، الرقم ده هيتضرب في كام؟ 2 اس 2، ده هيتضرب في 2 اس 3، ده هيتضرب في 2 اس 4. نيجي بقى بعد العلامه العشريه، الارقام العشريه بيبدا تكويدها من ناحيه الشمال لليمين. فاول رقم يبقى ايه؟ سالب 1، ايه سالب 2، ايه سالب 3، ايه سالب 4، ايه سالب 5، يتفهم ايه؟ الرقم ده هيتضرب في 2 اس سالب 1. الرقم ده هيضرب في 2 اس سالب 2، الرقم ده هيضرب في 2 اس سالب 3، الرقم ده هيضرب في 2 اس سالب 4، الرقم ده هيضرب في 2 اس سالب 5. نرجع تاني، الرقم ده هيضرب في 2 اس سالب 1، 2 اس سالب 1 معناها 1 على 2، 2 اس سالب 2 معناها 1 على 2 اس 2، 2 اس سالب 3 معناها 1 على 2 اس 3، 2 اس سالب 4 معناها 1 على 2 اس 4، 2 اس 5 معناها سالب 5 معناها 1 على 2 اس 5. لو طبقت الكلام ده هوصل للرقم العشري بتاعي 21، العلامه 8 4 2 7 5 بالاساس العشري. ازاي احول بقى الرقم العشري ده 1241 الى العشري الى نظام ثنائي؟ عشان احول من عشري الى ثنائي انا عاوز اوصل للاساس 2، يبقى كل رقم من الارقام دي الرقم بتاعها اقسمه على 2 بالتتابع واسجل ناتج الاسم وباقي الاسم. فالرقم بتاعي 1341 على 2 هيديني 670، والباقي يتبقى 1، اكتب بقى الاسم هنا. اخد بالناتج الاسم 670 في الخطوه اللي بعديها اقسمه على 2 يديني 355، 335 الباقي 0 لان ما تنساش ان الرقم زوجي. هاخد 355 على 2 ده رقم فردي هقسمه على 2 يديني 167 وباقي الاسم 1. يعني ايه 335 على 2 يديني 167 يبقى 1؟ يعني لو ضربت 2 في 167 هيديني 334 يبقى كام؟ 1. اخد 167 على 2 يديني 83 يبقى 1، 83 على 2 يديني 41 يبقى 1، 41 على 2 يديني 20 يبقى 1، 20 على 2 يدي 10 يبقى 0، 10 على 2 تدي 5 يبقى 0، 5 على 2 تدي 2 يبقى 1، 2 على 2 تدي 1 يبقى 0،
واحد على اتنين يدي زيرو يبقى واحد. بواقي القسمه دي هنقلها من فوق لتحت ومن اليمين للشمال. يبقى هبدا من فوق وبكتب من اليمين واحد، من اليمين بعديها زيرو، واحد 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 واحد، زيرو زيرو واحد زيرو واحد اهو. يبقى ده المكافئ الثنائي للرقم 1341. ازاي احول الارقام العشريه الكسريه الى نظام ثنائي؟ هنبتدي بدل من ناحيه اليمين للشمال، هنبتدي من الشمال لليمين. نشوف الرقم ده، الرقم ده 375 من 1010. الرقم اهو، بدل ما كنت بقسم على 2 عشان ده كسري، هضرب في 2، يبقى 375 في 2 يديني 75 صحيح. يبقى الجزء الصحيح بتاعه قد ايه؟ اخد الجزء الصحيح اهو ده احطه هنا زيرو، اخد ال 75% اضربها في 2 يديني 51%، الجزء الصحيح اهو اهو احطه هنا الجزء الصحيح، اخد 50% واضربه في 2 يديني 1، الواحد اهو. يبقى بالترتيب اول زيرو هسميه ايه؟ سالب 1، ايه سالب 2، ايه سالب 3. لما تيجي تنقل هتنقل من فوق لتحت ومن الشمال لليمين، يبقى 0 1 1 العلامه 0 1 1 ده الاساس الثنائي. عايز احول الرقم ده الى اساس ثنائي مع الاحتفاظ باسم 10 0 بعد العلامه العشريه. اعملها ازاي؟ هاخد الرقم ده اضربه في 2 واسجل الجزء الثاني، اللي يطلع اضربه في 2 واسجل الجزء الثاني، اللي يطلع اضربه في 2 واسجل الجزء الثاني، اللي يطلع اضربه في 2 واسجل الجزء الثاني. ولما بتسجل الجزء الصحيح معناه انك انت بتشيل الواحد اتشال، انا باخد ال 909744 هي اللي هتتحول، اضربها في 2 اسجل الواحد الصحيح الجزء الصحيح وانزل 94 على 88 وهكذا. عايز احتفظ ب 12 خانه، يبقى هبتدي من ايه سالب 1، ايه سالب 2، ايه سالب 3 لحد ايه سالب 12. هبدا من فوق لتحت ومن اليمين للشمال، يبقى من ناحيه الشمال العلامه العشريه 0 0 0 1 1 1 1 واحد واحد 0 0 1. يبقى كده انا جبت الرقم الثنائي الذي يعادل الرقم العشري العلامه 1 2 3. الرقم الثماني او النظام الثماني يتكون من 8 خانات 0 1 2 3 4 لحد 7، عدد الخانات 8. اكبر رقم هو اسم النظام ناقص 1، 8 ناقص 1. المطلوب تحويل الرقم العشري ده 3420 الى ثماني، عشان اوصل من 10 ل 8 بحاسب على 8 زي ما عملت، واقسم على 2 واسجل ناتج الاسم وبعد الاسم، لا انا حاسب على 8. 3421 على 8 يديني 427 وبقى 5. اخد 427 على 8 يديني 53 وبقى 3. اخد 53 على 8 يديني 6 وبقى 5. اخد 6 على 8 يديني 0 وبقى 6. من فوق لتحت ومن الشمال لليمين، يبقى من اليمين للشمال يبقى 5 3 5 6 5 3 5 6 ده الثماني اللي يعادل هذا الرقم. عايز احول الرقم العشري ده الى ثماني واسجل الناتج فيه 1 بايت، انت عارف ال 1 بايت 8 بتس. الرقم العشري اهو العلامه 513، اضربه في 8 يديني 4 العلامه 104، اخد الباقي هنا واسجل وانزل، اخد الجزء الصحيح وانزل الجزء الكسر 104 في 8 832 من 1000، الصحيح 0، اخد الزيرو هنا في الجزء الصحيح وانزل 832 في 8 يديني 606 العلامه 656، اخد الجزء الصحيح وانزل 656 من 1000 في 8 وهكذا. يبقى الناتج بتاعي الاربعه هسميها سالب 1، الزيرو هسميها ايه سالب 2، ايه سالب 3، ايه سالب 4، ايه سالب 5، ايه سالب 6. لما تيجي تقلع هتعمل من فوق لتحت ومن اليمين للشمال. عشان احطهم في 8 بتس، الزيرو اللي قبل العلامه دي بت، العلامه بتاخد بت، البت الثلاثة تاخد أربعة، البت الرابعة تاخد زيرو، البت الخمسة تاخد ستة، البت الستة تاخد خمسة، البت السبعة تاخد واحد، البت الثمانية تاخد سبعة، يبقى الرقم بتاعي بهذا الشكل. عايز أحول النظام الثنائي إلى الثماني إلى النظام عشري. عشان أحول النظام عشري الرقم بتاعي 2 3 1 ثماني، ما تتقريش 231، تتقري 2 3 1 ثماني. أول رقم من ناحية اليمين صحيح؟ إيه زيرو؟ 1 2. يبقى الرقم ده هضربه في 8 أس زيرو. رقم ده هضربه في 8 اس 1، رقم ده هضربه في 8 اس 2 هيديني 153 10. حول الرقم العشري ده الى رقم ثماني، خلي بالك الرقم ده كسري، الزيرو اللي قبل العلامه، العلامه 4 0 6 5 1 7 بالترتيب من ناحيه الشمال لليمين، ايه سالب 1، ايه سالب 2، ايه سالب 3، ايه سالب 4، ايه سالب 5، ايه سالب 6. يبقى الاربعه تتضرب في 8 اس سالب 1 او تنضرب في 1 على 8. الزيرو يتضرب في 1 على 8 تربيع، الستة تضرب في 1 على 8 تكعيب، الخمسة تضرب في 1 على 8 أس 4، الواحد تضرب في 1 على 8 أس 5، السبعة تضرب في 1 على 8 أس 6،
اجمعهم يديني الرقم العشرين. التحويل من النظام الثنائي للنظام الثماني، عشان احول من النظام الثنائي للنظام الثماني. النظام الثنائي عباره عن مجموعه من السيجنال 0 و1، هقسمه من ناحيه اليمين بلوكات، كل بلوك فيه ثلاث ارقام. الرقم الاول ثلاث ارقام بلوك، ثاني ثلاث ارقام بلوك، ثالث ثلاث ارقام بلوك، وهكذا. بشرط يبدا من ناحيه اليمين واول ثلاث ارقام. فالبلوك الاولاني هيبقى اي 0 اي 1 2، البلوك اللي بعده اي 0 اي 1 2، البلوك اللي بعده اي 0 اي 1 2. البلوك الرابع لو في رقم ناقص بزود اصفار من ناحيه الشمال، لان الارقام الصحيحه لما بزود لها اصفار من ناحيه الشمال ما بتتاثرش. طب لو كسريه هبدا اقسمها من ناحيه الشمال، اي سالب 1 اي سالب 2 اي سالب 3، ادي بلوك. اي سالب 1 اي سالب 2 اي سالب 3، ادي بلوك. لو في رقم هنا ناقص بكمل يمين الارقام بعد العلامه باصفار لا تؤثر على النتيجه. على سبيل المثال الرقم بتاعي ده ثمانية اهو، اول واحد من اول ثلاث ارقام او اول بلوك من ناحيه اليمين 1 1 0، ادي المجموعه الاولى. اللي بعديها 1 0 1 اهي 1 0 1 المجموعه الثانيه. اللي بعديها 1 0 0 المجموعه الثالثه. اللي بعديها 0 1 1 المجموعه الرابعه. اخر مجموعه هتبقى 0 1. طبعا 0 1 هبقى حاطط صفر في الحته دي. يبقى كل مجموعه من دول اي 0 اي 1 2، يبقى الرقم الاولاني ينضرب في 2 اس 0 في 8 اس 2 اس 0 في 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 وهكذا. لما هتنفذها الرقم الاولاني هيديني 3، الرقم الثاني هيديني 5، الرقم الثالث يديني 1، الرقم الرابع يديني 6، الرقم الخامس يديني 2، يبقى الرقم الثنائي ده يعادل 2 6 1 5 3 ثمانية. لو عايز احوله الرقم الثنائي ده الى رقم رقم ثنائي كسر الى رقم ثماني، هبدأ العلامه من ناحيه الشمال، اول ثلاث ارقام من ناحيه الشمال بلوك اي 0 1 2، اللي بعديها بلوك ثلاث ارقام اي 0 1 2، بلوك ثلاث ارقام اي 0 1 2، بلوك اي 0 1 2، احط هنا ايه 0 بعد العلامه مش هيأثر. طبعا اي الرقم اللي الكود بتاعه اي 0 ينضرب في 2 اس 0، الكود بتاعه 1 ينضرب في 2 اس 1، الكود بتاعه 2 ينضرب في 2 اس 2، هحطهم جنب بعض. الارقام بتاعت اهي الاولاني 1 في 2 اس 2، 1 في 2 اس 1، 1 في 2 اس 0، اداني 7، اللي بعديه 4، 0 6، يبقى ده الرقم الكسري الثنائي. ازاي احول من النظام الثماني للنظام السادس الثنائي؟ النظام الثماني للنظام الثنائي. عند الرقم ده عايز احوله الى نظام ثنائي، يتكون من خمس ارقام، كل رقم لوحده احوله للثنائي فيديني ثلاث خانات. يبقى هاخد الرقم الاولاني اللي هو 2 اقسمه على 2، اسجل نتيجه الاسم هو الاسم، اللي ناخد الاسم اقسمه على 2، اسجل نتيجه الاسم هو الاسم، اللي ناخد الاسم اقسمه على 2، اسجل نتيجه الاسم هو الاسم. خد من فوق لتحت من اليمين للشمال، يبقى 0 1 0 0 1 0 ثنائي يعادل 2 ثمانية. الرقم اللي بعده الستة الثماني اعملها بنفس الكلام، اقسم على 2، اسجل نتيجه الاسم هو الاسم، هنسجل نتيجه الاسم هو الاسم، وهكذا. هتطلع السته الثمانيه تعادل 1 1 0 ثنائي، الواحد ثمانيه تعادل 1 0 0 ثنائي، الخمسه ثمانيه تعادل 1 0 1 ثنائي، هترصهم جنب بعض قص ولزق يعني. يبقى الثلاثه اهي، الخمسه اهي، الواحد اهي، السته اهي، الاثنين اهي، الرقم الثماني بتاعهم. النظام السادس عشر يتكون من 16 خانه، بيبدا من 0 لحد اكبر رقم فيه 16، الرادكس بتاعته الان بتساوي 16، هتلاقي النظام يبدا بزيرو، عدد خاناته 16، اكبر رقم فيه 15. طب ال 15 هجيبها ازاي؟ احنا اتفقنا ان كل سجن لازم تكون رقم واحد. هيبدا من حد زيرو لحد 9، وبعدين يدخل رقم A اللي هو يعادل 10، البي تعادل 11، السي تعادل 12، الدي تعادل 13، الاي تعادل 14، الاف تعادل 15، يبقى اكبر رقم عندي 15 اللي هو اسم المؤسس. عشان احول الرقم العاشر من السادس عشر هقسم على 16 بالتتابع واسجل ناتج باقي القسمه و ناتج القسمه وباقي القسمه. لما اقسم 49383 على 16 يديني 3086، ناتج القسمه اسحبه واقسمه على 16، الباقي هنا 7. 3086 على 16 يديني 192، يبقى 14. 192 على 16 يديني 12، يبقى 0. 12 على 16 يديني 0، يبقى 12. يبقى الارقام بتاعتي من فوق لتحت 7 14 0 12. بس انا في ال 16 ما عنديش 14 اللي هي الاي، ما عنديش 12 اللي هي السي، يبقى الرقم بتاعي 7 اي 0 سي من اليمين، 7 اي 0 سي، ده ال 16 اللي يعادل هذا. طبعا لو عايز احول نظام عشري كسري لنظام 16 يبقى هضرب في 16. يبقى في التحويل الارقام الصحيحه بنقسم على اساس الرقم اللي احنا عايزين نروح له،
في التحويل الارقام الكسريه بندرج في اساس الرقم اللي احنا عايزينه دلوقتي. فتاني لو عايز احول من 10 لثنائي صحيح يبقى هضرب في 2 بالتتالي، حاسم على 2 بالتتالي، لو كسري هضرب في 2، طب لو من ثماني من 10 لثماني حاسم على 8 لو صحيح اضرب في 8 لو كسري، طب لو سادس 10 صحيح هقسم على 16 لو كسري هضرب في 16، هاخد الرقم ده واقسمه على 16 احاسب الضرب، اسجل الجزء الصحيح واسحب الرقم الكسري وانزله، هنا جزء صحيح 3 خدته هنزل مين الجزء الكسري، خلي بالك هنا هنا الجزء صحيح 15 يبقى اف، جزء صحيح 13 يبقى دي، ده الجزء بتاعي من اول فوق بقى ايه سالب 1 ايه سالب 2 سالب 3 هنحمل فوق لتحت من الشمال. التحويل من السادس 10 الى 10 الرقم ده بالترتيب صحيح يبقى ده اي 0 اي 1 2 اي 3 ده هينضرب في 16 اس 0 16 اس 1 16 اس 2 16 اس 3 واجمعهم يديني ال 20 بتاعه. تحويل من النظام الثنائي للنظام السادس 10 زي ما عم قلنا من الثنائي للثماني، بدل ما كنت بقسم بلوكات كل بلوك فيه 3 هنقسم بلوكات كل بلوك فيه 4، يعني ليه 3 وليه 4؟ النظام الثنائي عباره عن 2 رقمين، الثماني 8 ارقام اللي هي 2 اس 3 لان 2 في 2 في 2 تدي 8، عشان كده من ثنائي لثماني بقسم بلوكات كل بلوك فيه 3 خانات. طب النظام السادس 10 هو 2 اس 4، يبقى اي نظام ثنائي عايز احوله لسادس 10 اقسمه بلوكات كل بلوك فيه 4 ارقام من ناحيه اليمين لو صحيح من ناحيه الشمال لو كسر. طبعا الجدول ده بيحدد لي النظام العشر بتاعي 0 1 الثنائي بتاعه والثماني بتاعه والسادس 10، فممكن ارجع له بسهوله. عايز احول الرقم ده من النظام الثنائي الى النظام السادس 10، الجزء الصحيح ده اهو هقسمه بلوكات من ناحيه اليمين كل بلوك فيه 4، الجزء الكسر ده هقسمه بلوكات من ناحيه الشمال كل بلوك فيه 4، يبقى هحصل على مجموعه البلوكات دي. ما تنساش ان العلامه العشريه هنا، الرقم ده من الجدول الثابت يدي 3، الرقم ده يدي ايه؟ الرقم ده يدي ايه؟ الرقم ده يدي 9، العلامه اهي، الرقم ده يدي دي، الرقم ده يدي 4. التحويل من السادس 10 الى النظام الثنائي، كل رقم من دول عندي هنا ايه؟ سي اف 5، هاخد الايه لوحديها واقسم على 2 بالتتابع، اخد السي لوحديها واقسم على 2 بالتتابع، الاف لوحديها واقسم على 2 بالتتابع، الخمسه لوحديها واقسم على 2 بالتتابع، يبقى الايه بتاع السادس 10 يديني الرقم دوت الثنائي. السي بتاع السادس 10 يديني الرقم ده الثنائي، الاف بتاع السادس 10 يديني الرقم ده الثنائي، الخمسه بتاعت السادس 10 يديني الرقم ده الثنائي، نصهم جنب بعض بترتيبهم يديني الرقم الثنائي. اكتفي كده في المحاضره دي ونكمل المحاضره الجايه ان شاء الله.